اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة سناب شات هو تطبيق الكاميرا. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق سناب شات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق سناب شات، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سناب شات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك.